شائع يقول لك يا عم ده كل عيل بيجي برزقه، ويقول لك كده. فتقول له بس يا حاج يعني ده العيال اللي برزقهم كتير، يعني هجيب لهم منين ومنين ومنين؟ يقول لك هو انت اللي بترزقهم؟ ده ربنا بيرزق النملة في الحجر. ولذلك احنا ينبغي بقى هنا نفرق بين امرين حتى تتضح الحقيقة وحتى نستبين الامر. الامر الاول اننا بنتخذ من الوسائل ما يمنع التقاء الحيوان المنوي ببويضة المرأة. هذا كله لم نصل مرحلة الولد أبدا، إنما نتخذ من الوسائل ما يمنع. ده قبل تكوين الجنين، ما فيش جنين أصلا ولا في ولد ولا في الآيات لم تستدع بعد. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ما فيش ولد، ما فيش تجسس، لم يأتي ولم نستدعي هذه المرحلة بعد. نحن بعيدين تماما عن مرحلة. أيوة يا سيادتك، تقسم هنا مرحلتين. مرحلتين، المرحلة التي نتخذ فيها الأسباب التي تؤدي إلى عدم الإنجاب، يعني عدم وجود جنين، عدم التقاء الحيوان المنوي بالبويضة، هذه مرحلة اسمها اتخاذ أسباب. فالسائل الذي سأل الشيخ عبد المجيد سليم هذا السؤال يدخل في نطاق هذه المرحلة، في هذه المنطقة، في هذه المنطقة كويس. وهذه الخشية اللي أنت بتخشاها أيها السائل الكريم لا تخشاها لأنك لم تأتي بعد إلى المنطقة التي أنت خائف منها، اللي هي فكرة الولد، اللي فكرة الجنين. هل نحن عندما نتخذ الأسباب نكون في حيز المشروعية؟ نأتي إلى النص الشريف، نأتي إلى حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زلنا في مرحلة الأخذ بالأسباب، بنأتي إلى حديث سيدنا رسول الله، بنأتي إلى واقع الصحابة وبنسأل الصحابة أنفسهم. الصحابة كانوا عندهم أسباب كثيرة جدا بيخشوا منها أن يلتقي الحيوان المنوي بالبويضة فيحصل حمل. فإيه اللي يعملوه؟ الوسائل المتاحة في زمنهم ما فيش تطور علمي معين بحيث يوجد لنا من الأساليب ما يمكن أن ندفع به مرحلة الالتقاء. فكانوا بيعملوا قضية اسمها قضية العزل. أيوة. العزل ده الرسول صلى الله عليه وسلم علم به، وفي بعض الروايات أنه خير السائل في هذا العزل، يعني بمعنى أنه أقره وأنه قال به. فعندنا السنة التقريرية والسنة القولية تؤيد مشروعية الأسباب بأننا أتخذ من الأسباب ما يمنع من التقاء الحمل. ما يمنع الحمل. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقر الصحابة على أمر محرم. حديث سيدنا جابر بن عبد الله، كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهنا، يعني لم يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أنه خير السائل لما سأله عن العزل خيره، يعني لا، ولو أن الله سبحانه وتعالى قضى وقدر أن يكون ولد لا يمنع هذا العزل من وجود الولد. لكن أنت بتتخذ الأسباب، والأسباب في وجهة نظرك أنت إنسان مسلم ليست مؤثرة بذاتها. يعني إذن العزل سبب ماشي، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينهى عنه، تمام، بل أقره. أقره، نعم، ونصح أصحابه به، نعم، خيرهم به أو خيرهم به. إذن كلما تقدم العصر، والمقصود بالعزل هو وسيلة، أيوة، اتخاذ وسيلة معينة تمنع من الحمل. مظبوط. لو أنا سألت الصحابة الكرام رضي الله عنهم لماذا تعزلون وإحنا كنا لسه في مجتمع يعني بسيط، يعني ليس كالمجتمع الذي نعيش فيه، مهمة أو السببية دي. ليه بتعزلون؟ بنجد السبب في الحقيقة سبب تحسيني، بيخشى على جمال معين، بيخشى على حسن معين لدى المرأة، بيخشى على ان الحمل قد يؤثر في اداء المرأة لمهمها في الحياة. يقصد ان الحمل يترتب عليه اعباء على المرأة قد تفقدها جزء من جاذبيتها من حسنها او ترهقها. ده مصرح به في بعض الروايات. أيوة. هذا الحسن، هذا المعنى التحسيني مصرح به في بعض يعني الروايات. هم كانوا هنا بيلتمسوا يعني سلامة المرأة او 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 مش السلامة التي هي في محل الحاجة ولا الضرورة. السلامة التي في محل التحسين، يعني الرتب كده أمر ضروري، الأحكام كلها تدفع هذا الأمر الضروري.
الامر الحاجي، الاحكام كلها تاتي عشان خاطر تدفع الحاجه عن الناس وتدفع المشاق، وما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن الامر التحسيني بيترك بقى يعني للاختيار. للاختيار في مساحه اختيار. لكن الشاهد انا لست في قضيه الاختيار فقط، لكن في فلسفه السبب. لماذا انتم تعزلون؟ هل هذا المعنى التحسيني شرع العزل واجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. طيب اذا ارتقينا من هذا المعنى التحسيني ووجدنا ان الامر بات واصبح في حاجة. منطقه الضروريات. أيوة الحاجة. واصبحت في منطقه المشاق والحاجيات، اذا كان الحكم يرتقي في من منطقه الاختيار الى منطقه الالزام ومنطقه الوجوب. مزبوط. ويصبح الامر بالنسبه لنا الان كانه يجب علينا ان نتخذ من الوسائل ومن الخطط ومن السياسات ما يؤدي الى أن ندفع بقضية الزيادة السكانية وبقضية السكان إلى اتخاذ برامج معينة توعوية وكل أشكال الإجراءات التي يمكن أن تجعل هناك حدود معينة تتواءم فيها قضية السكان مع معادلات التنمية.